الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا سعيد جدا بتلبية هذه الدعوة الكريمة من أخي الأستاذ رافع لأتكلم مع نخبة من أبناء الأمة المسلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا لما فيه الخير ولما فيه خير هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. الموضوع الذي سنتحدث به موضوع تأسيسي مهم. كنت أظن أنه من الأبجديات التي يجب أن يعيها ليس من يعملون في مجال العلم والمعرفة، ولكن من باب أولى أهل السياسة الذين يعملون وقادة الرأي. ولكن مع الأسف الشديد كنت أظن، ولهذا لم أكتب في هذا الموضوع، لأني ظننت أن هذه كما قلت من الألف باء التي يجب أن نفقهها، ولكن اتضح لي أن هذا هو الأس أو الجذر الذي لا ننتبه إليه، وبالتالي تصبح تحليلاتنا ومواقفنا بعد ذلك ليست واضحة ولكنها متداخلة مع بعضها البعض. فجزاه الله خير أخي الأستاذ رافع أن طلب أن نتحدث في هذا الموضوع. وكمقدمة لهذا الأمر أقول على أن ما سأحدثكم به هو في ضوء الوثائق البريطانية، لأن بريطانيا هي التي أسست لهذا المشروع الذي سأتكلم عنه بالتفصيل نوعا ما. فالوثائق موجودة في الأرشيف البريطاني اللي هو في لندن، في منطقة في لندن اسمها كيو جاردنز اللي يذهب إليها الباحثين، لأن الحكومة البريطانية كل أمر يمر عليه 30 عاما تكشفه. وبالتالي ما سأقوله هو وثائق اعتمدت فيها على هذه الوثائق، على هذه الوثائق التي أسست لهذا المشروع. وبالتالي أنا لا أنقل عن كاتب أو مؤلف، إنما أنقل الوثائق كما يقول الذين يعرفون المنهجية التاريخية، إذا انعدمت الوثائق انعدم التاريخ، إذا ضاعت الوثائق انعدم التاريخ. ومع الأسف كثير من تاريخنا ضائع لأن الوثائق نفقدها. لكن في الدول المتقدمة أو الدول الاستعمارية يؤرشف هذه المعلومات. لكن ما أريد أن أقول ليس جميع المعلومات تكشف عنها الحكومة البريطانية. يعني أضرب مثال، إحدى الملفات موجود في الفهرس، عندما طلبت جاءني الملف، ولكن عندما فتحت وجدت هنالك ورقة يقول متأسفين الوثائق الخاصة بهذا الموضوع لا زالت سرية لأنها تؤثر على الأمن القومي البريطاني، وهي إلها علاقة بالمناسبة بالإسلاميين وباغتيال إحدى الشخصيات الإسلامية البارزة في مصر في عام 1949، وأنا أخذتها كدليل وذكرت أرقام هذه الوثائق. وبالتالي أنا سأعرض ما هو متوفر من هذه الوثائق، خاصة التي مر عليها ليس 30 عاما بل حوالي أكثر من 150 عاما تقريبا، وهي موضوع مهم جدا. إذن ما سأعرضه هو في ضوء الوثائق البريطانية التي تكشف عنها الحكومة البريطانية والمتاحة للباحثين، ليست متاحة لي لكن لجميع الباحثين بإمكانهم أن يزوروا كيو جاردنز بابليك ريكورد أوفيس في لندن ويطلعوا عليه. وقضيت حقيقة سنوات طويلة وأنا أدرسها وأقارنها بما هو متوفر بمعلومات أو بكتابات، لأني وجدت أيضا بعض الباحثين قد بحثوا في هذا الأرشيف، فكنت أعود إليهم لأتأكد أن فهمي أيضا متطابق مع فهم الباحثين الآخرين. فما الذي وجدته؟ وجدت على أننا أمام مشروع، وهذا المشروع هو مشروع، بالمناسبة كل كلمة في اسم هذا المشروع، هذا الاسم أنا الذي أطلقته على هذا المشروع، كل
كلمة فيها لها معاني، وجدت على أننا أمام مشروع صليبي استعماري استراتيجي غربي في المشرق الإسلامي. مرة أخرى وجدت من خلال الأرشيف والوثائق البريطانية أننا أمام مشروع، هذا المشروع صليبي، يعني هو امتداد للحروب الصليبية، هو امتداد للحروب الصليبية. ولعلي أذكركم هنا في أنه اللورد الليمبي عندما دخل المدينة المقدسة مدينة بيت المقدس في شهر 12 من عام 1917 ماذا قال؟ قال اليوم انتهت الحروب الصليبية. يعني عندما عدنا مرة أخرى إلى هذه المدينة المقدسة يعني انتهت الآن الحروب الصليبية ولم تنتهي مع دحرنا على يد صلاح الدين وبعد ذلك على يد قطز وغيره من القادة المسلمين. إذن نحن أمام مشروع صليبي استعماري، استعماري بامتياز، استعماري بامتياز، لأنه أراد أن، واستعماري هنا ليس بالمعنى الواردة في القرآن الكريم بالمعنى الإيجابي، ولكنها بالمعنى السلبي المتعارف عليه اللي هو بالإنجليزية colonization. المعنى في القرآن لا يعني colonization. فمشروع صليبي استعماري استراتيجي، يعني مش وليد الله حلم القائد الفلاني إنه بده يعمل هذا المشروع تاني يوم راح أطبقه، لا، استراتيجي. والاستراتيجية تنتقل كما تعلمتها شخصيا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمر بمرحلتين: التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، وهذا ما يعرفه أساتذة علوم الاستراتيجية. هذا المشروع الصليبي الاستعماري الاستراتيجي هو غربي، هو غربي، بدأته بداية فرنسا أيام نابليون، ثم عندما فشلت جاءت بريطانيا، وحاليا بريطانيا ليست دولة عظمى، عندما كانت دولة عظمى كانت تتبنى، والآن هذا المشروع من الذي تتبنى؟ تتمنى حاليا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا المشروع، إذن نحن أمام مشروع صليبي استعماري استراتيجي غربي في المشرق الإسلامي. بدأ هذا المشروع بداية برجال الدين المسيحيين في بريطانيا، بدأ في عام 1800 وربما قبل 1800، بدأ برجال الدين المسيحيين، لأنهم رجال الدين المسيحيين يؤمنوا بالعهد الجديد والعهد القديم، وبالتالي هم ينظروا على أن هنالك عودة أو المسيح تبعهم وأرض الميعاد وغيرها من هذه الخزعبلات التي يؤمنوا بها. فبدأوا بهذا المشروع في عام 1800. بريطانيا كدولة بدأت تهتم في هذا قبل 1840. يعني رجال الدين المسيحيين اللي احنا الآن بنسميها المتطرفين، وكلمة التطرف كانت ليست متطرفة، بيعتبروهم هم قادة الرأي لغاية قبل 1840، وبالذات يعني 1830 1835، حتى قامت بريطانيا بإنشاء أول قنصلية بريطانية في المدينة المقدسة في مدينة بيت المقدس، بالضبط في 1838. للاطلاع على ملف هذه، الملف متوفر، وكان الهدف منه رعاية اليهود، مع أنه عددهم اللي كانوا في المدينة المقدسة وفي كل الأرض المقدسة كان عدد محدود جدا. هذا كان تخطيط، لأنهم كانوا بيخططوا أن الدولة العثمانية الرجل المريض كما أطلقوا عليها، وبالتالي هي تقترب من نهايتها ونريد أن نرثها، فكانوا يريدوا أن يدخلوا من موضوع الامتيازات للأقليات، فكان منها موضوع إنشاء القنصلية في المدينة المقدسة في عام 1838. كل هذه كانت مقدمات، لكن في عام 1840 تبنى هذا المشروع قادة الإمبراطورية البريطانية بشكل استراتيجي. يعني عندنا من 1800 رجال الدين، بعض الإمبراطورية البريطانية تبنته في افتتاح السفارة القنصلية عفواً،
ثم في عام 1840 كان مؤتمر لندن 15 تموز 1840 اللي قررت بريطانيا ماذا قررت؟ عزل مصر عن بلاد الشام. لا يمكن أن ينجح هذا المشروع إلا أن نعزل مصر عن بلاد الشام. حتى نأتي في وسط هذا المكان ونبدأ نخطط لإقامة الشق الأول من هذا المشروع. فكان 1840 مؤتمر لندن اللي عزل مصر عن بلاد الشام، و 1882 قامت بريطانيا باحتلال مصر. أنا أرجوك أن تنتبهوا معه، لأنه هذه مهمة جدا في نظرتنا كيف نقاوم هذا المشروع. عزلوا مصر عن بلاد الشام، وبالتالي عودة اللحمة ما بين مصر وبلاد الشام خطوة استراتيجية في إفشال هذا المشروع. ثانيا، تم في 1882 تم احتلال بريطانيا لمصر. إذن كل هذا تم قبل نشأة الحركة الصهيونية. وبالتالي أنا أحيانا أشعر بالحزن لما نتكلم أنه هذا مشروع صهيوني، أن هذا مشروع صهيوني. الحركة الصهيونية تبلورت بشكل واضح في 1897 في مؤتمر بال اللي بدأ ينظم الصهاينة. إذن هذه مقدمة كان لابد منها قبل ما آتي إلى جوهر هذا المشروع، جوهر هذا المشروع اللي أسميته مشروع صليبي استعماري استراتيجي غربي. هذا المشروع ينقسم إلى قسمين حسب الوثائق، وأرجوكم وأتمنى عليكم أن تنتبهوا إلى الشق الثاني أكثر من الشق الأول، لأن الشق الأول معروف، وكلنا نتكلم عنه. لكن الشق الثاني الذي أغفلناه لنا 100 سنة هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه إلى هذه المرحلة. الشق الأول قالوا لابد أن نؤسس دولة عازل، بالإنجليزية buffer state. هما ليش عزلوا مصر عن بلاد الشام؟ عشان يأتوا في المنطقة اللي ما بين مصر والكتلة الكبرى من بلاد الشام، لأنه الأرض المقدسة جزء من بلاد الشام، ننشئ دولة عازل اللي هي البفر ستيت اللي هي الكيان الصهيوني. كان الخطة إقامة كيان صهيوني في هذه المنطقة، وبالذات في جنوب الشام، أو ما كان يسمى لغاية ثورة 39. أنا اطلعت على وثائق في الأرشيف البريطاني، كان تسمى الثورة ثورة 39 ثورة جنوب سوريا، أو لأنه بلاد الشام اسم وسوريا أيضا اسم آخر متعارف عليه اللي الآن بسموه هيستوريكال سوريا، سوريا التاريخية قبل أن يجزئوها. بالمناسبة تجزئة بلاد الشام، تجزئة سوريا، سوريا الكبرى إلى 4 كان جزء منها لتنفيذ هذا المخطط ولإقامة الوطن القومي لليهود في داخل الأرض المباركة المقدسة. فقط تأسيس هذه الدولة؟ لا، لا، ليس تأسيس هذه الدولة، ليس تأسيس هذا الكيان، ليس تأسيس هذه الدولة العازل، ولكن تأمين وجودها. يعني احنا بنتكلم على إيجادها من العدم، ثم تأمين وجودها ومدها بمقومات الحياة، وطبيعة الحال هذا يعني لما أريد أقارنه بمملكة بيت المقدس اللاتينية اللي أنشأتها الدول الغربية أيضا في نفس المكان، نفس الدول الغربية اللي أنشأتها في نفس درسين على سواء الصليبيين القدامى أو الصليبيين المحدثين، دارسين على شيخ واحد زي ما بنقول بالمثل. الخطة عندهم واضحة، ويرونها كما قال اللورد الليمبي امتداد، كلها امتداد للحروب الصليبية. وزي ما قال غورو لما دخل إلى دمشق، دخل إلى قبر الناصر صلاح الدين ورفسه معذرة في العبارة بقدمه وقال قم يا صلاح الدين ها نحن قد عدنا. هذا هو الشق الأول، ولن أسترسل به كثيرا لأنه هذا الشق كثيرا ما نتكلم عنه. الشق الثاني الذي لا نعرفه
والذي أتمنى أن نخرج من هذه المحاضرة بفهم واضح له. الشق الثاني لهذا المشروع الصليب الاستعماري الاستراتيجي الغربي هي أنظمة الاستبداد والاستعباد والفساد والتبعية في المنطقة العربية. هذا الشق الثاني الذي ننساه، والذي لا أدري، أنا شخصيا أعترف على أني لم أكن أنتبه لهذا الأمر حتى اطلعت على هذه الوثائق. هذا الشق الثاني شق مهم وشق مكمل لهذا المشروع، وهي أنظمة الاستبداد والاستعباد والفساد والتبعية في المنطقة العربية. والبداية كانت بإنشاء إمارة شرق الأردن. البداية، أول نظام أو أول كيان ونظام أنشئ كان إمارة شرق الأردن حسب الوثائق. مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى، مع نهاية اقتراب الحرب العالمية الأولى، بريطانيا أصدرت الخطوة العملية لتنفيذ إقامة الشق الأول وهو الكيان الصهيوني. ماذا فعلت؟ أصدرت تصريح بلفور، لعلكم تعلمون هو ليس بلفور كان وزير الخارجية، ولكن التصريح كما تابعت في الأرشيف هو تصريح الحكومة البريطانية. أول عبارة فيه يوضح على أن هذا التصريح ليس شخصيا من بلفور، ولكنه تصريح من الحكومة البريطانية. 1917، مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى، لاحظوا معي، بعد نهاية الحرب العالمية في عام 1921 تشيرشل في مؤتمر في القاهرة قرر إقامة إمارة شرق الأردن. لا يوجد في التاريخ شيء اسمه إمارة شرق الأردن. أول شيء أنا أحاول أدلل على الشقين. الشق الأول كان الخطوة العملية تصريح الحكومة البريطانية، تصريح بلفور. بعد نهاية الحرب في 1921 قررت بريطانيا إقامة إمارة شرق الأردن وتعيين أحد أبناء الشريف حسين الذي تعاون معهم ضد الدولة العثمانية، وهو الأمير عبد الله، وعينوا أمير على إمارة شرق الأردن. طبعا الحال فيه تفاصيل كثيرة لا أريد أن أدخل بها هنا. مع نهاية الحرب العالمية الثانية، مع نهاية الحرب، بالمناسبة الأحداث الكبرى تحددها الحروب، وهذه في مدرسة في العلاقات الدولية، يقولوا على أن التغيير لا يتم إلا من خلال الحروب. شوفوا الحرب العدوان الأخير الذي حدث في الأرض المقدسة، ولا سيما في قطاع غزة، حرب نتائج لها ما بعدها، ليس لها ما بعدها على قضية الأرض المقدسة، ولكن على المنطقة العربية بصفة عامة. هذه مدرسة مهمة في العلاقات الدولية، يقول أن التغيير يحدث نتيجة للحروب. نتيجة الحرب العالمية الأولى كان تصريح بلفور أو تصريح الحكومة البريطانية وإقامة شرق الأردن. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الخطوة الأولى كانت تحويل إمارة شرق الأردن في عام 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية. لاحظوا الإمارة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب وقبل أن تخسر بريطانيا وتخرج من أنها سوبر باور، تم تحويل إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. بعدها بسنتين أعلن قيام الكيان الصهيوني في عام 1948. لاحظوا التزامن. أنا يعني أريدكم أن تلاحظوا هذا التزامن ما بين الشق الأول والشق الثاني لهذا المشروع. الشق الأول لا يمكن أن يتم بدون الشق الثاني. وبالتالي طبعا الحال في هنالك كثير من الباحثين يعاونها مع الحركة الصهيونية ومع بريطانيا، وتفاصيل كثيرة جدا. والأمير عبد الله لما كان لجنة بيل وقرارها في عام 1936 تقسيم فلسطين وإعطاء الصهاينة الثلث الشمالي من الأرض المقدسة، من جميع العرب اللي وافق عليه كان الأمير، وعلاقته
علاقته وتفاصيلها بالحركة الصهيونية واجتماعاتهم كانت سرية. الحمد لله الآن الناس ليسوا بحاجة إلى المرحلة السرية الآن، ليميز الله الخبيث من الطيب. بعد قيام الكيان الصهيوني توالت الانقلابات العسكرية في المنطقة. بعد الانقلاب خلص صارت إمارة شرق الأردن، وهي أطول حدود مع الكيان الصهيوني المحتل، أو حسب الحدود التي حددوها لفلسطين. توالت الانقلابات العسكرية، وبداية كان في سوريا من عام 1949 من حسن الزعيم حتى حافظ الأسد في عام 1970، اللي سموها مش عارف الحركة التصحيحية ولا إيش اللي سموها، هي ما هي، ما احنا بنبيع على حالنا أسماء. هو انقلاب، حركة تصحيحية. جمال عبد الناصر لما قام بالانقلاب قلنا ثورة، ويعني الله المستعان. فهذه الانقلابات العسكرية بدأت في سوريا، لاحظوا ما بدأتش في مصر، لأنه مصر كانت واقعة تحت مين؟ تحت الاحتلال الإنجليزي، قلنا من 1882. فبدأت الانقلابات من الشق الثاني. هذولا نحن نتكلم عن توأمين مهمين في الحفاظ على المنطقة، مصر وسوريا بشكل خاص من بلاد الشام. حتى جاء الانقلاب حافظ الأسد في عام 1970. بعدها بدي أسرد بسرعة، انقلاب مصر عام 1952، انقلاب العراق في عام 1958، انقلاب اليمن في عام 1962، انقلاب ليبيا تبع القذافي في عام 1969. هدأت الانقلابات، انتقلنا إلى منطقة الخليج العربي. شوف المنطقة هذه، المنطقة، لاحظوا البلدان اللي صار فيها الانقلابات. سوريا وهي دولة مركزية، مصر وهي دولة مركزية، العراق دولة مركزية، أضف إليها اليمن وأضف إليها ليبيا. انظر إلى الخارطة الآن، وين مناطق التوتر اللي موجودة في المنطقة؟ في هذه المناطق، في سوريا، في مصر، في العراق، في اليمن وفي ليبيا. انتقلوا بعد الانقلاب في ليبيا تبع القذافي 69، بدأوا في منطقة الخليج العربي. سأذكر فقط مثالين. في عام 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة آل نهيان في أبوظبي، وآل مكتوم في دبي، وبقية الإمارات التي انضمت إليها، وكان المفروض أن تنضم إليها قطر على سبيل المثال وغيرها، لكن قطر أيضا استقلت وأصبحت دولة قائمة بذاتها. إذن عندنا في عام 1971 كان نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، والحديث طويل عن دولة الإمارات ودورها القذر الآن الذي تقوم به، هي التي قادت مع الأسف الشديد دولة الإمارات العربية المتحدة، هي التي قادت الثورة المضادة ضد حركة النهضة التي حدثت، ضد حركة التغيير التي حدثت في المنطقة العربية اللي سمي الربيع العربي، والآن تقود التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني. عينك وشفنا سفير هذه الدولة يطلب البركة، يطلب البركة من حاخام هذا الكيان الصهيوني، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا بالمناسبة أنا في المجال المهني هذا لا يحزنني، هذا يعني كمسلم ليميز الله الخبيث من الطيب حتى الأمور تصبح واضحة بشكل كبير جدا. فكان دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة آل نهيان وآل مكتوم تم تأسيسها في عام 1970، ودولة البحرين أيضا برئاسة آل خليفة في نفس العام في عام 1971. لكن في هنالك أيضا نقطة مهمة حدثت في 74، أيضا كذلك، وهي مؤتمر الرباط، مؤتمر قمة العرب كانوا بيجتمعوا. ففي عام 1974
اجتمع العرب في الرباط وماذا قرروا؟ أخطر القرارات، أخطر القرارات، وهي جعل أو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، يا سلام والله عبارة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي أصبحت هذه ما يعرف بالقضية الفلسطينية أصبحت قضية خاصة بالفلسطينيين، بعد أن كانت قضية خاصة بالعالم الإسلامي، كان الهندي والماليزي وغيرها من الشعوب يتفاعل معها. بالمناسبة أحد القادة الهنود قبره أنا زرته أكثر من مرة عندما كنت أزور المسجد الأقصى، موجود موجود، كان من 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 كبار الداعمين لقضية المسجد الأقصى والأرض المقدسة، قبره على أسوار المسجد الأقصى المبارك. بعدها حولوها إلى قضية عربية بالقومية العربية التي جاءنا بها، وكان زعيمها جمال عبد الناصر، وفي عهده في عهد الحمد لله رب العالمين خسرنا، لم نخسر فقط الأرض المقدسة ولكن خسرنا الجولان من سوريا وخسرنا سيناء من مصر. الآن أرادوا أن يقزموا هذا الأمر، ففي مؤتمر الرباط قالوا على أن هذه قضية فلسطينية. إذن ما أريد أن أخلص إليه من هذا السرد، على أن هذه الأنظمة التي بدأت بإمارة شرق الأردن وبعد ذلك الانقلابات العسكرية التي توالت في المنطقة والأنظمة العسكرية التي حكمتنا بالحديد والنار، ثم في دول الخليج إقامة هذه المحمية، هذه في الأرشيف كانت تسمى المحميات البريطانية، كل الدول في منطقة الخليج كانت تحت الحماية البريطانية، أيضا أصبحت دول قائمة بذاتها ولها سيادتها، ثم بعد ذلك على المستوى الفلسطيني أصبحت القضية قضية مقزمة أكثر، قضية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطيني. إذن أتمنى عليكم إخواني أخواتي أن ننتبه إلى الشق الثاني، أنظمة الاستبداد والاستعباد والفساد هي التي تحمي هذا الكيان الصهيوني، وهي التي تحمي هذا المشروع الاستعماري، كما كان زمن الحروب الصليبية وانتبه إليها صلاح الدين، وإذا اتسع الوقت نتكلم في هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هذا المشروع بشقين، هذا المشروع بشقين، ومرة أخرى الشق الأول هو الدولة العازل الكيان الصهيوني، والشق الثاني هو أنظمة الاستبداد والاستعباد والفساد في المنطقة العربية. ما الهدف من هذا المشروع الصليبي الاستعمار الاستراتيجي الغربي؟ أستطيع أن ألخصها كما اطلعت في الوثائق على 5 أهداف أساسية لا زالت قائمة إلى الآن، لا زالت قائمة إلى الآن، كل واحد من هذه الأهداف لا زالت قائمة الآن. الهدف الأول هو حماية الكيان الصهيوني وتأمين وجوده. الهدف الأول هو حماية الكيان الصهيوني، هذه الدولة العازل، وتأمين وجوده. ثانيا إبقاء حالة التمزق والتشرذم في المنطقة العربية، ومنع أي وحدة حقيقية بين أقطارها. ولهذا لاحظت جمال عبد الناصر عمل وحدة سورية في الخمسينات بين مصر وسوريا، ولم تكن هنالك مقومات لنجاحه، ولكن أراد أن يقول أنا برضو مثل صلاح الدين، أنا أيضا مثل صلاح الدين أستطيع أن أقوم بهذا الدور. إذا الهدف الثاني إبقاء حالة التمزق والتشرذم في المنطقة العربية، ومنع أي وحدة حقيقية بأي نوع من الأنواع، وحدة روحية، وحدة تاريخية، وحدة على أساس اللغة، ابدا. ولهذا انتم بتلاحظوا العرب، مجلس التعاون الخليجي، مجلس المغاربي او الدول المغاربيه، يعني حتى عندما يريدوا ان يتحدوا يقوموا مجزئين. طب احدكم ممكن يقول طب وجامعه الدول العربيه، جامعه الدول العربيه صفر على الشمال، تعرفوا هذا المثل اللي بيقول صفر على الشمال، يعني ليس لها قيمة. الأسفار لما تحط واحد
أي اللي على اليمين هو الذي يحسب، اللي على الشمال لا يحسب. جامعة الدول العربية ليس لها قيمة. وهذا لست أنا اللي أقول، الوثائق البريطانية، مشروع الجامعة العربية هو مشروع بريطاني لمنع إيجاد أي وحدة حقيقية في المنطقة العربية. في رسالة دكتوراه كتبها أحد الباحثين من ليبيا في أظن في السبعينات أو في بداية ربما في نهاية السبعينات في جامعة أكسفورد، حول الجامعة الدول العربية اللي معتمد فيها على وثائق البريطانية، والخلاصة على أن المشروع الجامعة الدول العربية هو مشروع بريطاني لمنع إيجاد أي وحدة حقيقية. شوفوا لي جامعة الدول العربية، شوفوا لي أي قرار صدر وتم تنفيذه، شوفوا لي ما الذي أنجزته جامعة الدول العربية منذ تأسيسها إلى الآن. صفر على الشمال طبعا الحال، مثل حال الـ OIC هذه تبعت العالم الإسلامي اللي أنشئت بعد حريق المسجد الأقصى في عام 1969. إذن هذا الهدف الثاني، إبقاء حالة التمزق والتشرذم في المنطقة العربية ومنع أي وحدة حقيقية بين أقطارها. ثلاثة، السيطرة الاقتصادية على خيرات المنطقة العربية. الله أكبر، السيطرة الاقتصادية على خيرات المنطقة العربية. تفكروا الغاز العربي والبترول العربي هو بيد الدول النفطية التي تنتجه؟ لا. والوثائق الحديثة، ليست وثائق الأرشيف البريطاني، توضح هذا الأمر بشكل واضح مع الأسف الشديد. حتى الأموال عندما يبيعوا البترول والغاز أين يضعوها؟ ولا يستطيعوا أن يسحبوا كل هذه الأموال، ولكن يسحبوا منها نسبة معينة. السيطرة الاقتصادية على خيرات المنطقة العربية. أريدكم تنتبهوا إلى الهدف الرابع والخامس. كانت الوثائق تقول بكل وضوح، منع ظهور أي قوة إسلامية في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي. ما قالوش منع ظهور أي قوة عربية، ما قالوش منع ظهور، والله كانوا متخوفين من ظهور حركات إسلامية من هذه المرحلة المبكرة جدا في المنطقة العربية. منع ظهور أي قوة إسلامية في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي. شوفوا اللي قام فيه محمد بن زايد، إيش اللي قام فيه؟ اللي قام فيه نيابة عن العدو الصهيوني قبل أن يكشف عن علاقته به وعن مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي فعله؟ قام باعتقال كل رجال العلم والمعرفة والمثقفين الإماراتيين. بعضهم أنا أعرفهم شخصيا، لا أعرفهم شخصيا. أحدهم أنا كنت مشرف على رسالته الدكتوراه في بريطانيا. مع الأسف الشديد من خيرة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة تم القضاء عليهم. لماذا؟ لمنع ظهور أي قوة إسلامية، لأنه كان خايف محمد بن زايد أن النهضة والربيع العربي يصل إليه. إن شاء الله الله يأتيه من حيث لا يحتسب بإذن الله تبارك وتعالى. خامسا، والنقطة الأخيرة في هذا الأمر، الهدف لهذا المشروع بشقين، منع قيام أي ثورة إسلامية سنية. وأرجوكم حطوا هنا، أنا لا أتكلم من ناحية مذهبية، أنا أتكلم من ناحية سياسية. منع قيام أي ثورة إسلامية سنية في المنطقة العربية. ما فيش مانع إنه ثورة الخميني تنجح في إيران، ما فيش مانع إنه الثورة في إيران تنجح، ما فيش مانع، لأنه بيعرفوا كيف يروضوهم، بيعرفوا كيف يستطيعوا أن يسيطروا عليهم. لكن منع قيام أي ثورة إسلامية سنية في المشرق الإسلامي. ولهذا خافوا عندما دكتور مرسي رحمة الله عليه وصل إلى الحكم، خافوا عليه في سوريا، خافوا أن تصل قوى إسلامية سنية، خافوا من هذا الأمر. وبالتالي خططوا وكادوا حتى أوقعوا مصر تحت الهيمنة الصهيونية الأمريكية، وأوقعوا سوريا تحت الاحتلالات الثلاثة، الاحتلال الأمريكي بشكل خاص في المناطق
سموها سوريا المفيدة اللي فيها سيطرة على البترول والاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي، وبالتالي منع قيام أي ثورة إسلامية في المشرق الإسلامي. هل هذه الأهداف لا زالت؟ لا زالت هذه الأهداف قائمة إلى 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 الآن. ولعلي أذكر ربما شاهد أو شاهدين ليوضح على أن هذه الأهداف لا زالت إلى الآن. في عام 2008 يعني بعد مرور 60 سنة على قيام الكيان الصهيوني، جوردن براون، وهو بالمناسبة حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة أدنبرا، وهو كان يرأس الحكومة العمالية في عام 2008، دعي للاحتفال بمرور 60 عام على كيان الكيان الصهيوني. ماذا قال؟ قال، واقتبس هنا، قال: إن قيام دولة إسرائيل كان من أعظم إنجازات القرن العشرين. طيب، هذا في حزب العمال. حزب المحافظين عندما كان حزب المحافظين في الحكم، ولا زال هو في الحكم، في عام 2017 في ذكرى مرور 100 عام على تصريح البريطاني تريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا، رفضت الاعتذار عن تصريح بلفور. وإيش قالت؟ اقتباس: نحن فخورون بدورنا في خلق إسرائيل. نهاية الاقتباس. هذه تريزا مي في عام 2017: نحن فخورون بدورنا في خلق إسرائيل. الرئيس الأمريكي الحالي، اللي كثير من العرب راهنوا عليه، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن صهيوني إلى النخاع، لكنه مثقف، مع دكتوراه في القانون، والطاقم اللي حوله أناس يحملوا الدرجات والمؤهلات العليا وكتبوا كتابات. وبالتالي نحن هنا نواجه ناس تخطط، وليس مثل ذلك ترامب الذي كان يتصرف بطريقة يعني جنونية، يعني ما أستطيع أني أقول. الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في عام 1986 قال، وأقتبس هنا اقتباس: إذا لم تكن إسرائيل موجودة فستضطر الولايات المتحدة إلى اختراع إسرائيل لحماية المصالح الأمريكية، لحماية المصالح الأمريكية. لما كان نائب الرئيس الأمريكي أيام أوباما نعم، في عام 2017 ماذا قال وهو نائب للرئيس الأمريكي أوباما؟ قال اقتباس: أنا صهيوني، لا يجب أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا. عبارة خطيرة جدا، اقتباس: أنا صهيوني، لا يجب أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا. أنا أؤيده، ليس شرطا أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا. محمد بن زايد صهيوني عربي، محمد بن سلمان صهيوني عربي، الملك الأردن صهيوني عربي، كلهم صهاين، ليس شرطا أن تكون يهوديا، ولكنك أنت تفعل ما يخدم هذا الكيان الصهيوني. عبد الفتاح السيسي ماذا قالت عنه الصحف العبرية عندما نجح الانقلاب؟ قال هذا يعني مبارك كان يقول عنه كنز الاستراتيجي، قالوا هذا بطل قومي لإسرائيل عبد الفتاح السيسي. إذن أختم في الجزء الأخير من حديثي، كيف نستطيع أن نقاوم هذا المشروع؟ أنا تكلمت عن المشروع، تكلمت عن أقسام المشروع، تكلمت عن أهداف هذا المشروع، وختمت هذه الجزئية بأن هذه الأهداف لا زالت. كيف نستطيع أن نقاوم هذا المشروع؟ القاعدة الأولى التي أريد أن أضعها علمياً ومعرفياً، أن أهل فلسطين، أهل الأرض المباركة المقدسة لوحدهم، لن يتمكنوا من مقاومة هذا المشروع. أهل الأرض المباركة المقدسة لن يستطيعوا أن يقاوموا أو يفشلوا أو يسقطوا هذا المشروع. ما الذي يفعله أهلنا في فلسطين؟
أنهم يبقون جذوة الجهاد متقدة. كلما خبت الأمة، كلما ذهبت الأمة ونامت، يذكرونهم بأن المسجد الأقصى محتل من عام 1917 إلى الآن. المسجد الأقصى يذكرنا نامت الأمة بدورها تجاه تحرير. وانتم لاحظتم جاءت موجة التطبيع، جاءت موجة التطبيع واتفاقيات اللي وقعها ترامب في زمانه، واتفاق ما يسمى بإبراهيم أو إبراهام كما يسموه إبراهيم عليه السلام اتفاقيته، والناس خلاص والكل يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. رأينا عملية التطبيع من الإمارات للبحرين للمغرب للسودان، وكان في ناس قاعدين بيستنوا حتى إنهم يكشفوا عن وجههم. جاء الغباء الصهيوني. أنا معذرة أقول العبارة أن الغباء جند من جنود الله. جاء الغباء الصهيوني في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من رمضان. شوفوا هالغباء. والله لو أي واحد بيفهم ألف باء في السياسة لا قال لهم إيش اللي بتسووه أنتم، لكن سبحان الله لأمر كان مفعولا. في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة القدر، شوفوا هالاستفزاز هذا، وتحول المسجد الأقصى إلى ساحة حرب. هذا أفضل تعبير. طبعا الحال قبلها كان أيضا في العشر الأواخر من رمضان كان في حارة في باب العمود متنفس للشباب المقدسيين، يجلسون بعد الإفطار يشربوا قهوة يشربوا شاي إلى آخره، قمعوهم. فأثر هذا على الجانب الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. ثم كان قبلها أو متلازم معها ما حدث في حي الشيخ جراح ومحاولة إخلاء 28 عائلة كانت تسكن فيها منذ أن هجروا من حيفا ويافا وغيرها من مدن الساحل الفلسطيني في عام 1948. فسبحان الله في هذا الوقت المرابطين في المدينة المقدسة بشقيها ولا سيما في المسجد الأقصى، ثم دخول المقاومة في قطاع غزة على الخط كان ردا قويا، قلب المعادلة وطرح معادلات جديدة في الصراع مع هذا العدو الصهيوني، وأوضح على أن هذا العدو كيان ضعيف هش لا يستطيع أن يصمد طويلا في المقاومة. إذن أهلنا سواء في بيت المقدس أو في بقية الأرض المقدسة دورهم أن يبقوا شعلة الجهاد متقدة حتى تتحرك الأمة. هذه القاعدة الأولى لإسقاط هذا المشروع الصليبي الاستعمار الاستراتيجي الغربي في المنطقة. الثانية تحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة المقدسة مرتبط بشكل كبير جدا بمصر وبلاد الشام. لا يمكن أن يتم التحرير من الداخل، لا يمكن أن يتم التحرير من الداخل مهما كانت قوة أهل فلسطين، مهما كانت قوته. هذه معادلة معرفية يعني كتبت بها كثيرا وأوضحتها، ولا سيما في ضوء نظرية دوائر البركة اللي تشرفت في دورة معكم أخي أستاذ رافع في مناقشتها بشكل واضح. لماذا؟ لأنه كما أوضحت في تلك الدورة على أن هنالك علاقة وطيدة ما بين مصر وبلاد الشام، وهذا اللي فعله نور الدين، ثم أكملوا صلاح الدين عندما صف الجبهة الداخلية في مصر 5 سنوات ونصف، وهو عندما أسقط الدولة الفاطمية، ثم بعد ذلك قضى على الثورات المضادة له، أفشل الثورات المضادة عليه في مصر بعد أن استتب له الأمر، وتوفى نور الدين وأمن الجانب المصري، انتقل
إلى بلاد الشام وإلى سوريا بشكل خاص، وجلس 11 سنة وهو ينظف الجبهة الداخلية من الأمراء المتحالفين مع الصهاينة، مع الصليبيين، وأيضا مع الحشاشين ومع الفرق الباطنية، حتى استقر له الأمر. بعد 5 سنوات حرر المسجد الأقصى وانتهت المعادلة. يعني حوالي 16 سنة وهو من يقاتل؟ يقاتل هؤلاء حراس المشروع الاستعماري الغربي. قاتل صلاح الدين 16 سنة سواء في مصر أو في بلاد الشام، قاتل من؟ حراس المشروع، نواطير المشروع الصهيوني التي ذكرتها لكم في الشق الثاني، أنظمة الاستبداد والاستعباد والفساد. بعدها مملكة بيت المقدس اللاتينية خلال 5 سنوات كانت ساقطة، وقد انتهى هذا المشروع. إذن نحن بحاجة إلى أن الحراك في سوريا ينجح، وإفشال واقتلاع الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني والاحتلال الفارسي، لابد أن يكون لنا أولوية. أيضا إسقاط الانقلاب العسكري في مصر وتحرير مصر من الهيمنة الصهيونية والغربية أمر مهم جدا. العراق أيضا مهمة في عملية التحرير، لأنه مع الأسف الشديد العراق تديرها طهران، وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تظن أنها علاقة صدام أبدا. هنالك خذ من فضيحة ووترغيت، من فضيحة التي أسقطت النظام الأمريكي إلى الآن، هنالك تعاون وثيق جدا، هم يقوموا والآخرين يكملوا في هذا الجانب. هذه الدول بحاجة أن نسعى أن تتحرر، العراق وسوريا ومصر طبعاً حال الأردن، لكن توقعي أن الأردن ستكون آخر الدول تحريراً قبل سقوط الكيان الصهيوني. الأردن سيكون آخر الدول، يعني سوريا ممكن أن تتحرر قبل الأردن، ومصر ممكن أن تتحرر قبل الأردن، ولكن إذا ما رأيتم بوادر للتفكك في الأردن، اعلموا على أن هذا الكيان الصهيوني أو الشق الأول للمشروع قد اقترب من نهايته. إذن هذا إن أردنا أهل فلسطين يقوموا بواجبه، أهل فلسطين يقوموا بواجبهم في مقارعة الشق الأول. الآن نريد من الأمة أن تقوم بدورها في مقارعة الشق الثاني. لابد هذه الأنظمة التي أوجدت لابد من أن تسقط، وكل دولة لها إمكانياتها وظروفها التي يتم الانطلاق منها بإذن الله تبارك وتعالى. غير هذا، أنا أتكلم علميا معرفيا، أنا لست رجل سياسة ولا رجل عسكرية، أنا رجل قضيت سنوات طويلة جدا مني في البحث والتمحيص. هذه خلاصة البحث والتمحيص. لا يمكن لأهل فلسطين من الداخل أن يقوموا بتحرير الأرض المباركة المقدسة. هم رأس حربة هم طليعة جيش. يبقوا هذا الوقود متقد حتى تفيق الأمة. والحمد لله رب العالمين، أحداث رمضان وأحداث شهر أيار مايو أحيت الأمة من جديد، أعادت الأمة إلى أن القضية قضية المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وليس للسوريين وليس للمصريين، هو للأمة كلها. أعادت البوصلة. تعرف البوصلة عندما اختفت وأصبح كل يغني على ليلى، الله سبحانه وتعالى أعاد لنا، والمسجد الأقصى يعيد الأمة دائما إلى هذه البوصلة. فعلينا أن نسعى جاهدين من أجل تحرير البلدان المجاورة للمسجد الأقصى وللأرض المباركة المقدسة، حتى ننعم بإذن الله تبارك وتعالى بالتحرير والعمران، لأن تحرير المسجد الأقصى جيوبوليتيكيا، تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس
بداية النهضة للأمة. دورنا هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة الإسلامية والصحابة والتابعين من والصحابة بالذات الخلافة الراشدة والدولة الأموية وغيرها من الدول قاموا بما يسمى بالعالمية الأولى للإسلام. العالمية الثانية ستنطلق من بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. لنا دور كبير. الدور لن ينتهي، بالمناسبة وانقلوا عني، لن ينتهي الدور بتحرير المسجد الأقصى. تحرير المسجد الأقصى هو بداية الدور، هي بداية الدور للعالمية الثانية للإسلام التي ستنطلق ويشع نورها إلى العالم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن أكون وفقت في عرض هذه الوثائق وفي عرض هذا الموضوع، وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وتقبل الله مني ومنكم يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.